عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناصر بن محمد اليماني من أهل الضلال، يدعي المهدية وينكر السنة ويحرف الأدلة وينكر أحاديث في صحيح البخاري، وصلاته على غير صلاة المسلمين. الصلاة عنده ركعتين، ركعتين فقط، الظهر ركعتين والعصر ركعتين وغيرها. وعنده خرافات، جالس هو الناس كوكب العذاب، كوكب كذا. المهم، فالرجل نسأل الله عز وجل أن يجنب المسلمين شره.